أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فآزره فاستغلظ
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فخامة الرئيس الجمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، أصحاب المعالي والأفضل الكريم، إنني في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر الأكرم شهر رمضان المعظم في هذا المقام الكريم أشكر جمهورية مصر العربية رئيسها الحبيب وحكومتها عزيزة وشعبها الكريم على أن سمحت لي بتجديد هذا الزريع الذي قام ببنائه جدي الدكتور سيد طاهر سيف الدين، وهو زريع مقام رأس الإمام الحسين الذي هو ثمرة فؤاد الرسول وبدرة فاطمة البتول الذي قتل في سبيل الله مظلوما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا والأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد قال رسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب الله من أحب حسينا فإنه يشتاق كل محب إلى يظهر مظاهر حبه له بطرق عديدة ويبذل في سبيله أنفس ما لديه. ومما لا شك فيه أن هذه الخدمة التي أكرمني الله بها نذر يسير في جنب ما في ذمن هذا الزريع من الجوهر النبوي الفاطمي الكريم. فوالله العظيم إننا نحب الحسين حبا سميما ونحب كل من يحب الحسين. أكرر شكري لكم يا فخامة الرئيس على كل ما تبذلونه في حب رسول الله وأهل بيته الكرام من تطوير مساجدهم ومشاهدهم وساحاتهم، وذلك ما يستجلب إليكم دعوات محبي آل البيت جميعا. وأشكر فخامتكم من أعماق قلبي على أن منحتموني هذه الفرصة السعيدة لأن أشارككم في مسرة هذا الافتتاح الفخيم. وإنني أقدر جهود أجهزة الدولة المتعددة وبالخصوص جهود وزارة الأوقاف وكذلك جهود هيئة الهندسية للقوات المسلحة، فكلتاهما تسعى جاهدة لإتمام هذه المقاصد النبيلة تحت توجيهاتكم السامية. جزاكم الله خيرا ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذه الخدمة المتواضعه ويوفقنا للتمسك بقيم الإسلام السمحة التي علمها إيانا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام.
وبفضلهم هذه الأرض الطيبة آمنة وأهلها آمنون. وأختم كلامي بما قاله جدي الكريم في ذكر الإمام الحسين: إنه أحرى بأن نفديه بنفوس لا ندار من الوجين. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح لنا نرحب بك ضيف عزيز غالي علينا دايما، أنت والوفد المرافق ليك. وأشكر حضرتك على الاهتمام والجهد اللي دايما بتقدمه تجاه أضرحة أهل البيت. وأنا الشكر مش بس باسمنا، أنا بقدم الشكر ده باسمي وباسم كل المصريين. وكل سنة وانتم طيبين ودايما سعداء بوجودكم معانا وبحضوركم لمصر في كل وقت. شكرا جزيلا، وربنا يا رب يديك الصحة والسلامة والعافية، أنت والوفد المرافق لي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادتك ده جزء من قاموس سجن النبي صلى الله عليه وسلم، مصنوع من الكتان اهدى اليه من مصر. القاموس نفسه اللي من تحت الخيط ده صنع للحمايه. رائحته زكية كرائحه الروضه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
هذا الفانوس بداخله اربع خصلات من شعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حتى مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نص فخامتك لو ركزنا كده هنشوف اربع شعرات طالعين من صلى الله عليه وسلم. من الشعر عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. وشعره صلى الله عليه وسلم لا يبيد ولا يفنى. نعم نعم. وليس له ظل. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. تمام سيدي. بسم الله. هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها مكة فاتحا، وهي من شجر اسمه الشوجب ينبت في بلاد الحجاز. أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصنام وقرأ قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقال كان إذا أشار بها إلى صنم يخر هذا الصنم. صلى الله عليه وسلم. هذه المدحلة والمرود، وكان الكحل من عادة العرب قديما. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بكحل اسمه الاسمد. المدحلة الجزء الامامي مصنوع من النحاس الاحمر، واليد من المعدن، المرود كله من المعدن. صلى الله عليه وسلم. على بال. بسم الله بسم الله. وهذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم واسمه العضد، لأنه حاد وقاطع من الناحيتين. أهداه له سيدنا سعد بن عبادة، لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حرب ولا قتال، إنما كان يتكئ عليه عند صعوده للمنبر. صلى الله عليه هذا المصحف كتبه سيدنا علي كرم الله وجهه بالخط الكوفي، صفحاته 501 صفحة، وزنه 4.5 كيلو، ليس منقوطا ولا مشكلا، رضي الله عنه وأرضاه. كتب على رقاع من جلد الغزال. ما شاء الله ما شاء الله. عندكم خير كتير. ربنا يكرمك في خمسة. خير كتير وكل سنة طيب. لا متشكرين يا رب. شرفتنا في خمسة رئيس. لا ده انا اتشرفت والله. ربنا يكرمك يا فندم. أشوفكم وأحترم. شرفنا بمعرفة خمتك يا فندم. الله يبارك فيك بإذن النبي. تفضل. سيادتك بالكامل في وقت قياسي. احنا فنم طبق التوجيهات سيادتك، احنا افتتحنا المسجد للمصلين اعتبارا من 1 رمضان السنة دي. الحمد لله احنا تقريبا فنم خدنا 21 يوم في اعمال التطوير، كنا شغالين على مدار 24 ساعة، والحمد لله ربنا وفقنا. استأذن سيادتك اللي هو محمد مدير الاشغال يعرض التطوير اللي تم كله. حضرتك سيادتك احنا بدأنا فنم باعمال الترميم للحوائط والاسقف المسجد، قمنا سيادتك باعمال الصنفره واعاده التالف، تغيير التالف وترميم الحوائط الحجريه سيادتك، غيرنا السفل يا فندم، غيرنا السفل سيادتك الدخان، وراعينا في اختيار اللون يا فندم انه يتماشى مع الالوان مع الاعمده الاثريه للمسجد سيادتك، والسفل ده حرك بارتفاع 170، قمنا حرك باعمال الترميم واعاده الدهان للاسقف بمسطح 4000 متر سيادتك، وقام في العمل الفندم ده مرممين يعني سيادتك كان حوالي 300 مرمم على مدار 24 ساعة باستخدام حوالي 25 سيزر لسهولة الحركة داخل المسجد بسرعة إنجاز الأعمال.
سيادتك كان في وصلات كهربائيه عشوائيه كثيره جدا في المسجد وغيرنا قلنا سيادتك وغيرنا شبكه الكهرباء الداخليه تماما للمسجد ورفعنا قدره الكهربائيه المغذيه للمسجد ب 75 كيلو فولت امبير. لذلك سيادتك مكبنا حضرتك ان احنا نكيف المسجد تكييف مركزي بحوالي حوالي 500 طن تبريد عن طريق 10 مكنات تكييف مركزي سيادتك موجودين في المسجد. ايضا حضرتك احنا عملنا في كل اعمال العزل الحراري والرطوبه للاسطح وغيرنا البلاط الاسطح سيادتك وعملنا كل المرمات الخارجيه للشخشيخ حضرتك اللي موجوده. انا عندي ثلاث شخشيخ سيادتك موجودين يعني ثلاث شخشيخ سيادتك في المسجد من خشب سيادتك تم معالجتهم وترميمهم داخليا وخارجيا. ايضا حضرتك احنا غيرنا كل الاضاءه الموجوده في المسجد سيادتك عن طريق اربع نجفات ثلاث نجفات قطر 4 متر 51 نجفه قطر 2 متر سيادتك اللي هم دول وسيادتك عن طريق دلايات 160 دلايه و80 مشكاه و75 فندم ابليك حائطي موزعين على حوائط المسجد كلها. سيادتك كان البراطيم الخشب دي فعلا احنا استغلنا في ان احنا مشينا فيها شبكه الكهرباء الجديده اللي هي حضرتك اتربطت على لوحات الكهرباء اللي احنا اضفناها حوالي 27 لوحه كهرباء سبعه رئيسه حضرتك و20 فرعي. اصبحت شبكه الكهرباء فعلا حاليا على اعلى مستوى ومؤمنه تماما. قمنا حضرتك ايضا بتغيير النظام الصوتي في المسجد سيادتك اللي حاكي احدث انظمه الصوت في العالم وعندي حضرتك داخليا 21 سماعه موزعين في المسجد طبقا للدراسه الصوتيه معدل القلب. سيادتك كان في مشكله فعلا في المسجد ان عدد المكان المخصص للسيدات كان صغير جدا وكان 85 سيده. اضافنا فندم جزء كبير استاذ يوسف خلينا فندم جزء عملنا باب خارجي للسيدات على الشارع الجانبي اضفنا الجزء السفلي فندم اضفنا الجزء السفلي سيادتك وعملنا حضرتك جزء دور صندلة سيادتك جديد اصبح ساعه المصلى السيدات 450 سيد 450 فندم من 85 سيادتك بقى 450 سيادتك زودناه كمان يا فندم بمسعف هيدروليكي حموله 500 كيلو لسهوله الحركه من كبار السن سيادتك وذوي الاحتياجات الخاصه. ايضا فندم اضفنا مساحه خارجيه للمسجد تسع 3000 مصلي باضافه الجزء الامامي فندم حوالي 4000 متر مسطح وعملنا سور سيادتك سي ان سي محيط بالمسجد كله لاضافه الخصوصيه للمكان حضرتك. السور فندم فيه ست بوابات افراد واربع بوابات سيارات ورعينا فندم ان احنا نعمل قبله خارجيه الساحه الخارجيه ومنبر سيادتك عشان في صلاه العيد حضرتك او لو في مناسبات خارجيه ممكن يشتغل سيادتك. كل المكان يا فندم مزود باحدث اجهزه الصوت ايضا فندم مراقب بكاميرات مراقبه جميعا وشبكه انذار نظام الفحص. بس عايز اكد معاكم ان احنا شكرا يا محمد ان احنا لما جينا عملنا عمليه الترميم ديت سواء هنا او داخل الضريح احنا كنا حريصين على ان احنا لا نقترب من الاثر مش كده اهب وده اللي احنا عايزين بس نوصله للناس عشان كان حصل فيه نقاش يا ترى احنا بنعمل ايه. هو فندم استاذ سيادتك احنا ما فيش عمل عملناه في المسجد الا بالتنسيق مع وزاره الاثار. كل الاثريات اللي موجوده هنا اتحافظ عليها محافظه تامه ويمكن من ضمن الحاجات اللي كان عليها كلام موضوع القبه احنا الحمد لله القبه زي ما كانت موجوده وكان متوصل لها تكييف سابقا احنا فندم رفعنا كفاءه التكييف وزودنا له قدرات تكييف عاليه انما احنا ما عملناش حاجه جديده. حتى الواجهه بتاعت مدخل المقام بالابواب احنا كل ده اعمال رفع كفاءه. طب اللي نفذ معانا اعمال رفع كفاءه فرع المقاولين العرب الاثريين اللي موجودين اللي بيعملوا كل المتاحف وبيعملوا كل الاثار معانا. حتى سيادتك انا الخشب اللي موجود ده بالرسومات بمنتهى الدقه يمكن احنا لما محمد عرض ان احنا زودنا صندره خدنا التصميم بتاع الخشب ده بالرسومات بتاعته ونفذناها تحت عشان تبقى مطابقه للشكل اللي هو موجود انما كل الاثار يا فندم
احنا محافظين عليها تمام المحافظة، واحنا فاهمين كويس جدا ومقدرين الاثر ده شكله عامل ازاي. واحنا اشتغلنا في اثار كتير جدا، كل الاثار اللي اشتغلنا فيها الحمد لله رب العالمين كنا محافظين على المعنى الاثري بتاعها تماما. يعني مشكور كل اختار سيادتك.